يصادف اليوم 20 من شهر مارس وهو اليوم العالمي للسعادة، وتحتل فنلندا المركز الأول ضمن قائمة أسعد دول العالم، بينما تأتي النرويج وأيسلندا والدنمارك وسويسرا في مراكز متقدمة. وبحسب تقرير السعادة العالمي، فقد احتلت فنلندا المركز الأول وفقا للدعم الاجتماعي والدخل والصحة. وأوضح التقرير أنه لا يزال معظم السكان في جميع أنحاء العالم يتمتعون بالمرونة بشكل ملحوظ على الرغم من العديد من الأزمات مثل جائحة كوفيد-19.